أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بنو. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر إعجاب ليصلكم كل جديد. المنتخب المغربي ينهزم أمام نظيره الجزائري 7-6. ونحمل المسؤولية كاملة إلى الحارس المغربي الذي كان السبب في دخول الهدف الثاني، وأيضا نحمل المسؤولية إلى المدرب الذي لم تعطي تغييراته أي أكل للفريق. وبعد هذا الانهزام سنقوم بتغيير تشجيعنا من المنتخب المغربي إلى تشجيع المنتخب الجزائري المغربي. والسلام عليكم، مسك الختام مع تمنياتي للمنتخب الجزائري بالفوز بالكأس العربية في نسختها 10 بقطر. والسلام عليكم.